السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعلن عن تدشين المكتب الإقليمي لمنتدى الآسيا باسيفيك بإطلاق أول ورشة عمل باسم المكتب بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. اسمحوا لي بداية أن أذكركم بالتعريف بمنتدى الآسيا باسيفيك. إنه شبكة إقليمية منشأة طبقاً لأحكام القانون الأسترالي، تجمع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الآسيا باسيفيك، وعددها الحالي تقريباً 22 مؤسسة، من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. ويهدف المنتدى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال تقوية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التفاعل مع الأطراف المعنية المحلية كالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأطراف المهنية الدولية كالأمم المتحدة ووكلائها. ويتم ذلك من خلال منهج علمي معد من قبل المنتدى، إضافة إلى التجارب العملية لمشاركتها. هذا عدا عن تحقيق المنتدى للتعاون على المستوى الإقليمي بين المؤسسات الوطنية ذاتها، وكمثال على ذلك تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الماثلة المماثلة في الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش والهند وغيرها. هذا التعاون الذي يتم في إطار المنتدى وبفضل الربط الذي يحققه بين كافة المؤسسات. السيدات والسادة، لقد تم انتخاب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمنصب رئيس منتدى الآسيا باسيفيك من عام 2013 لعام 2015، وهي كذلك في الوقت الحالي تحتل نائب رئيس المنتدى الآسيا باسيفيك. وخلال هذه الفترة نشأت فكرة تأسيس مكتب إقليمي للمنتدى في قطر، فجاءت مذكرة التفاهم في بداية هذا العام بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسيفيك، خطوة أولى تمهيدية تلاها تأسيس المكتب تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الطرفين. وإن استضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المكتب يعبر عن التزام اللجنة بشراكاتها على المستوى الإقليمي، كما أن استقطاب المنتدى بخبرته وتحقيق الفعالية المطلوبة منه بدون أدنى شك أمر جوهري لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في تطبيق مهامها. السيدات والسادة، بعد قليل ستبدأ أول ورشة عمل للمكتب الإقليمي، وسوف تتناول على مدى يومين موضوع إنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس ودورها في النظام الدولي لحوالي خمسين مشاركاً ومشاركة من غرب وجنوب آسيا، المنطقة التي يغطيها المكتب. وسيقدم الورشة عدد من خبراء المنتدى المختصين في التدريب على دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعريف بالنظام الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ باريس وكيفية عمل المؤسسات الوطنية وتعاونها مع الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. لقد تم اختيار المواضيع ضمن ورش العمل بعناية لبناء قدرات المشاركين، وهي أحد الأهداف الرئيسية لوجود المكتب الإقليمي في قطر، ذلك أن إعداد كوادر ذات كفاءة كان وما يزال الموضوع الذي يحتل أولوية في عمل حقوق الإنسان في المنطقة. ختاماً، أتمنى لهذه الفعالية النجاح ولجميع المشاركين أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وأن يخرجوا من هذه الورشة بإضافات جديدة لخبراتهم الأكاديمية والعملية والعمل لتطوير مؤسساتهم ونقل المعرفة للآخرين الذين لم تتسنى لهم المشاركة، آملاً أن تعم الفائدة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن أعطي الكلمة لمستر كيرن المدير العام أو الأمين العام لمنتدى الآسيا باسيفيك. مستر كيرن كان. شكرا دكتور علي، وأعتذر لعدم تحدثي اللغة العربية، سأقوم بهذه المداخلة بالإنجليزي. قبل كل شيء أريد شكرك شخصيا دكتور علي على مجهودك وعلى دعمك لكل هذه الأعمال المشتركة. أريد أيضا أن أعبر عن فرحتي لإنشاء هذا المكتب الجديد الذي سيدشن نشاطات في الميادين التي ذكرتها، ومنها تعزيز كل الجوانب التي ستخدم حقوق الإنسان وستبني مؤسسات وطنية مبنية على حقوق الإنسان. أريد أيضا أن أذكر بأن كل الدول العربية في الجهة وكل مؤسسات الدول العربية من عمان وفلسطين وقطر وغيرها من الدول كلها ستنتفع من أعمال هذا المكتب الإقليمي للمنتدى الآسيوي والمحيط الهادي. وأذكر أيضا أن ما سنقوم بهذه الأعمال في العراق أيضا، وسنركز في أعمالنا على بناء القدرات في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية مع احترام معايير حقوق الإنسان. كل هذه المؤسسات التي سندعمها سنعمل بالشراكة معكم وبشراكة كل الخبراء المعنيين، وهذا تطبيقا لمذكرة التفاهم التي أمضيناها مع اللجنة القطرية لحقوق الإنسان التي تقوم بأعمال تعزيزية كبيرة في هذا المجال، وأشكر اللجنة لذلك. شكرا لكم. Very quick to respond. Their constant contact with the Human Rights Commission was so
training on combating torture and prevention of torture, and on it we will build our new campaign in Palestine. We chose to completely scrap the old ombudsman's office and to start new, and the assistance we got from the APF in drawing up this piece of legislation was just amazing. Myanmar is in the midst of a democratization process, and APF supported us a lot, and it contributed in the work of our council, for example, drafting of our enabling law and for our strategic plan. It's not only capacity building as an institution, but also capacity building of the staff and individual staff in investigation, in conducting national inquiries, even in report writing. APF is the prime mover of all human rights commissions in this region. I have to say that it is very good to be with the others and learn from the others. They always support us when we are in a difficult situation. I think it speaks volumes over the APF has been able to work together. A disparate group in Asia to work together. I think it's a monumental task that they've undertaken. It's an organization that is progressive because it is directed toward genuine reforms, and we need this kind of spirit, collective spirit, in addressing questions of injustice and impunity and inequity that goes on all over the world. We don't give up, I don't give up, and most of my colleagues don't give up. نشكر الجميع لحضورهم معنا افتتاح هذا المكتب الإقليمي والذي سوف يخدم منطقة غرب جنوب آسيا. والآن إذا كان في أي استفسار من قبل الأخوة المتواجدين معنا أو من قبل وسائل الإعلام، أو إن شاء الله سوف يعني نذهب لافتتاح المكتب إن شاء الله في أي دور يا علي؟ الدور الثامن. نبدأ في الذهاب إلى الدور الثامن لافتتاح المكتب. شكرا لكم. Excuse me. Okay.